حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مرة أخرى وإن شاء الله نبدأ حديثنا في فقرة ديكور. تمتاز كل حقبة زمنية بخصائص معينة تصفها، فما عرف سابقا بأحدث الموديلات اللي هي الموضة أصبح يقال عنه في عصرنا هذا الأسلوب القديم أو الكلاسيكي، وأحيانا نسمع أيضا بمصطلح الأسلوب التقليدي. طبعا هذا هو النمط الذي قد يصلح استخدامه أو استخدام أجزاء منه في كل عصر. لذا نحن اليوم قطعنا أشواطا كبيرة في فن التصميم، فما كان يعتبر ذوقا شعبيا أصبح له اليوم فن خاص وتصميم دافئ وعملي. أصبحنا نطلق عليه مصطلح النمط الحديث في علم الفن والتصميم، أو ما يعرف اليوم بالتصميم المودرن. لنناقش هذا الموضوع أكثر معنا في حلقتنا لهذا اليوم في حديثنا إن شاء الله حول الطراز المودرن في التصميم الداخلي، المهندسة المعمارية الاستشارية سميرة هادي الحسناوي. أهلا ومرحبا بكم ست. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورت الاستوديو. صباح الخير والعافية ست سميرة. صباح الخير والنور. الله يبارك لك. ولي الشرف أنه أحضر معاكم بهذه الحلقة. احنا المغزى من هذه الفقرة فقرة ديكور حتى نخلي دائما المشاهد بتفاصيل هذا الفن، يعني فن الخرائط. يعني في حلقة سابقة تكلمنا عن تصميم الخرائط خاصة على مساحات صغيرة، اليوم حبينا نتحدث مع جنابك على الطراز المودرن. شوفين اليوم أغلب الناس يتجهون إلى الطراز المودرن. بالبداية أريد نعرف ما هي أنماط التصميم الداخلي للطراز المودرن للدور السكنية بالتحديد. حاليا احنا بالعالم العربي ما نروح بعيد على العالم الخارجي، نعم. اقرب ما يكون انه هو العالم العربي ودول الخليج، دي يتجهون حاليا الى الانماط الثلاثه اللي هي العماره الاسلاميه، نعم. باسلوبها الجديد اللي هو يسمى عماره مودرن او مودرن اسلامي، والمودرن الاخر اللي هو الحالي اللي يسمى المعاصر، هو جزء من العماره العربيه الشرقيه. فتتجه يعني اتمنى من استاذ حسام اثناء حديثك يعرض لنا هذه التصاميم. أوكي. حتى نكون على بينه وياها. نعم. تفضلي ست سميره. نعم، اول ما نبدي نتكلم هذا الطراز اللي حضر المخرج كان الطراز الريفي، بعدين هذا الطراز الانتقالي. نعم. الطراز الانتقالي اللي هو يكون مزيج بين، نعم. العماره الحاليه، نعم. والعماره القديمه النيو كلاسيك. غالبية المجتمع العربي بدأ ينفتح على العالم الخارجي، فحاب يتذكر الماضي بأسلوب الحاضر، فصارت العمارة الانتقالية أو الانتقائية اللي هي تكون بخطوط بسيطة مع إضافات التراث الكلاسيك اللي يكون على شكل أثاث أو قطع فنية، تحف فنية. نلاحظ انه يتداخل معاه اللون الخشبي. بلي، هذه التصاميم تتداخل معاها اللون الخشبي اللي هو يميل للكلاسيك. الالوان الخشبيه ست هاي تستخدم الطرحات الخشبيه في الطراز النيو كلاسيك، حتى يضفي صاحب البيت او الشخص. دائما احنا نحب نتحدث عن الماضي باسلوبنا الخاص. نعم صحيح، بطريقه بس تبقى عبقات الماضي نعيشها. بلي، بطريقه يعني. انتقاء الارضيات، الجدران، الفتحات، أساليب استخدام الأثاث اللي يكون مطعم بالماضي، بنكهة الماضي. فنلاحظ الكوشات يستخدمون بها خطوط منحنية بالنسيج بالملمس، فهذا الخطوط المنحنية جزء من التراث الإسلامي. والزغارف الموجودة مرات نلقاها بالستائر، بعض الناس يعني تتمنى انه تعيد الماضي بس ما تقدر، فتنتهج باسلوبها، اسلوبها الذكي اللي هو استخدام الانسجه اللي تكون الصوفي والحريري والكتان والى اخره من عبق الماضي. يعني نقدر نحكم انه الشيء المزخرف هو من الماضي، اليوم المودرن كله ساده اجى بهاي الطريقه. لا مو شرط، يعني انت المودرن هو شنو، ليش سمي بالمودرن؟ يستخدم الاسلوب البسيط الحديث اللي هو عباره عن خطوط بسيطه جدا، بساطه، سرعه، سلاسه بالاداء، وانفتاح الفضاءات على بعضها. تلاحظين انه اغلب البيوت بداوا يفتحون البيت. يعني خلينا نشوف، العفو عذر المقاطعه، نشوف التصميم الاخر من استاذ حسام حتى تعلقينا عليه. بلي، هذا التصميم هذا شنو يمتاز؟ هذا البوهو شيك. نعم. هذا البويهيني،
هذا الطراز بدأ في فرنسا. أها. وكانوا النحاتين والكتاب والشعراء. مو أحسه شوية مثل ما نقول هو تراثي. لا الهوسة هنا جتي صاحب الشقة. عنده بعض اللمسات من الماضي أو الذكريات، فيستخدم هنا الألواح الفنية، القش، يعني الخشب. السميرة هذا التصميم بالتحديد يعني يستخدموه للمساحات الصغيرة لو أيضا لا مو شرط. هذا هنا استخدموا الفنانين بتعبير حر بعيد عن الهموم، يبتعد عن الهموم، فيستخدم أنواع القش والخشب والأنواع الأخرى من الماضي. إذا تلاحظين الألوان، هذا الألوان المتداخلة في استخدام الأثاث هي ابتعد عن القواعد في التصميم، لأن دائما إحنا المعماريين أو فنانين الديكور مصمم عنده قواعد معينة في التصميم. هنا حبوا الفنانين التشكيليين والنحات والشعراء دائما يبتعدون عن القاعدة، يريدون يبتدعون الخروج. يعني فهمنا عليكم أنه مثل الحر، التصميم الحر، أنه يكون المهندس بعيد أو الفنان عن كل القواعد والأبنية اللي موجودة، أبنية القاعدة في التصميم الداخلي. عندنا احنا دائما قواعد ننهجها او درسناها اثناء دراستنا الاكاديميه. فبدا الشاعر والنحات في هذا الطراز اللي ذكرناه البوهيمي او البوهو شيك يبتعد عن القواعد في التصميم ليضفي شيء من الحريه. يعني دائما المفكرين والادباء يبتعدون عن القواعد والاشياء. يعني نقدر ايضا اليوم انه نسوي اعاده تدوير احنا ايضا الاشياء. أكيد الاشياء الموجوده بالبيت نزينها بلون موحد، بخيوط، اي شيء عندنا نحبه. احنا دائما المراه العربيه وبالذات العراقيه تحب هاي الامور، النسيج، الاحياك اللي كنا نشتغلها. صحيح. كنا في عمر البراعم الأشياء الفلكلورية البغداديات. نعم. احنا نصيحلها البغداديات اللي هي نشتغلها احنا، نضيفها على شكل كوشة، على شكل بردة، جدار اي نشتغل. نعم خاص. خلي نرجع للطراز المودرن ست سميرة. أريد أعرف أساسيات الطراز المودرن. أساسيات الطراز المودرن، يعني اليوم أنا أريد أبني بيت، أريد يكون من الطراز المودرن، شنو الأساسيات اللي أخليها ببالي؟ المودرن يبتعد عن التركيبات المعقدة. إذا نلاحظ هسه إحنا أكو ناس تحب تضيف ملامح بالتصميم الداخلي كثيرة، يعني تعقيدات كثيرة. المودرن بعد هذه التعقيدات الغير ضرورية، تركيبات غير ضرورية، فخلق مساحات واسعة. هذه المساحات الواسعة ما حددها بجدران، حددها بأثاث، والأثاث يكون بسيط ذات طابع خفيف، ألوان محايدة مثل اللون الأسود، اللون الأبيض، البيج. هاي الألوان المحايدة تخلق لنا البساطة والراحة النفسية، الهدوء والدفء. فتلاحظين المودرن يكون قريب على أحاسيسنا، لأن إحنا في زمن بدأت الأشياء تحدث عندنا على السريع، عصر السرعة. طيب. فالمودرن يكون أسهل وأبسط. راح أسأل السؤال بس إجابته راح أخليها تشويقية حتى المشاهد يتشوق للإجابة. برأيك ست سميرة أيهما أفضل، الطراز المودرن أم الطراز الكلاسيكي؟ ومن حيث الراحة أيهما أفضل؟ وأنتوا كمهندسين تحبون هذا التصميم؟ حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مرة أخرى، وإن شاء الله نعاود حديثنا في فقرة ديكور مع ضيفة حلقتنا لهذا اليوم المعمارية سميرة هادي الحسناوي. أهلا ومرحبا مرة أخرى. أهلا بكم مرة أخرى. طبعا بعد أن يعني استعرضت السؤال عليك إسراء قبل الفاصل حول التصميم الكلاسيك وأيضا المودرن وأيهما أفضل من حيث الراحة، من حيث أنه نفسية الشخص لمن يجلس بهذا الديكور، تفضلوا. طبعا التصميم الكلاسيك كشخص آني ما أحب أضيفه بالتصميم الداخلي، كون إنه ببعض التعقيدات، فبدأ المواطن أو المتلقي أو الزبون يبحث عن الشيء الأسهل والأسرع في تصميم الديكورات. فبدينا نستخدم الأوبن سيستم، نظام البناء المفتوح. نعم. ورفعنا الجدران حتى يعطي مساحات أوسع. مساحات أوسع، فنقدر نخلق جو عذراً للمداخلة، الأوبن سيستم مو شوية الخصوصية تروح؟ يعني أم البيت مثلاً إذا مطبخها مفتوح على الصالة، وبحالة أنه إجوا ضيوف
شويه خصوصيه لام البيت مو تروح يعني قبل احنا بلي كانت مطابخنا معزوله احنا سابقا هاي نعم. الخصوصيه كانت عندنا عاليه جدا نعم. بما انه هسه حاليا بدات المراه العراقيه والعربيه تخرج الى الواقع العملي نعم. واعتادت على الزي اللي هو زي الحجاب فتلاحظيها من يدخل عليها الخطار هي متهيئه بالنسبه لي انا اسولف لك عن شخصي نعم. فدائما متهيئه باللبس الكامل والنظام الاوبن سيستم ما صار نظام ثقيل على المراه لان هي المراه سيده البيت وهي اللي تقوم بكل الاعمال تقريبا نعم. بالعكس بدات اليوم يعني مثل ما نقول تستعرض اثاث مطبخها بلي القدوره خالتهن كل بلي الاشياء التحفيات اللي نعم. هي تعتز بهن وتحب انه تراويهن للضيوف بلي يعني صار جزء من الديكور بلي فصار نعم. الاثاث هو اللي يفصل بين الفضاءات اثاث الكاونتر اثاث الصاله صاله الجلوس للمعيشه نعم. باثاث بسيط وخطوط بسيطه جدا نعم. تحب الراحة. طيب ست تشوفون انه الديكور الكيرف او المنحني بالزوايا يكون افضل من الزوايا الحاده اللي تعطي شويه انه الكيرفات نعم. الكيرفات نعم ست الكيرفات تستخدم في الفضاءات الكبيره ما انصح بها بالفضاءات الصغيره مثلا غالبيه بيوت مجتمعنا هي ال 100 متر 100 متر صحيح فالمنحني بال 100 يكون معرقل وما يؤدي الوظيفة اللي تبغيها أم البيت نعم. فنستخدم المنحنيات دائما إحنا المعماريين نستخدم المنحنيات باللاندسكيب بالحدائق الخارجية بالفضاءات المفتوحة ما نستخدمها داخل البناء لأنها نعم. تكون معرقلة طيب. للحركة ست سميرة أثناء حديثنا يعني بعد ما عرضنا موجز الأخبار تحدثتينا على طرازات متعددة بلي. إحنا راح نخلي كل طراز يعني بفقرة خاصة ونتحدث عليه لكن الطراز اللي جذبني واريد اعرفه هسه الطراز المعاصر اللي قلت استخدمته المهندسه المعماريه الله يرحمها زها حديد بلي شنو هذا الطراز وشنو دمجت زها حديد حتى توصل لهاي المرحله اللي ما شاء الله لحد الان يعني بناياتها في البلدان العالم يعني معروفه ولها فد باع طويل بلي بالنسبة للمرحومة المعمارية زها حديد هي أيقونة الفن المعماري نعم. لم تتوقف على مدرسة معينة زها حديد انتهجت أسلوب التكعيبية العفو وأسلوب التفكيكية الأسلوب التكعيبي هو استخدام المجسمات في إظهار المنشأ والأسلوب التفكيكي تفكيك الأضلع نفسها يعني نعم. مثلا إذا عندنا زاوية قائمة فكتها زها حديد قالت البناء يبني ب 360 درجة ليس على درجة 90 أو 180 أو أي درجة أو زاوية هندسية فلم تقف أمامها أي زاوية أو أي خط استخدمت الأسلوب اللي يحاكي المواطن أسلوب الأحدث اللي يكون متناغم مع الطبيعة حلو لأن الطبيعة احنا دائما إذا تلاحظين خلق رب العالمين لم يستخدم الزوايا القائمة نعم. وإنما استخدم الزوايا المفتوحة والمنحنية والدائرية كلها من خلق الطبيعة اللي تكون عنصر تجريدي بحت نعم حلو نعم. أحسنتي جميل جدا جميل جدا لأن يعني كثير من التصاميم اللي ذكرتيها ست ممكن أنه نستوحي منها هواي أمور نصيحتك لكل ربة بيت أو لكل أشخاص يبنون بيتهم ويعني هم ببالهم أنه تصميم مودرن شنو ممكن أنه يبدون كأساسيات يأسسون للأثاث أو للبيت المودرن الأساس أنه بالتصميم إذا التجأ إلى أي مكتب هندسي أنه نعم. يبدي يختار الفضاءات اللي تكون مفتوحة على بعضها بالنسبة للصالة والاستقبال والمطبخ نعم. لا يتحدد بجدار لأن الجدار راح يسبب له كلفة ويسبب له إعاقة بالتنفيذ وإعاقة نعم. في ترتيب الأثاث فأني دائما أنصح زبائني إذا كان المساحة قليلة أنه لا يدخل الفضاءات بجدران مغلقة خلي تكون مفتوحة حلو. لأن إحنا دائما بعملنا مستمرين خارج البيت ندخل نعم. للبيت ونستراح لمدة ساعات قليلة صحيح. فنحتاج أنه تكون فضاءاتنا مفتوحة لسرعة حركتنا نعم للوصول إلى الغاية بالراحة عصر السرعة نعم. بلي الراحة النفسية نحتاج إلى الراحة النفسية صحيح أهم شيء الراحة النفسية بلي فأنصح الزبون إذا اتجأ المكتب هندسي يقول للمهندس من تصمم لي الفضاءات أثثها نعم لان انا اليوم من اجي اريد اشتري اطلع
المعرض الأثاث عجبني الأثاث، اجيت رأسا قعدت عليه وعجبني واخذته، لا خطأ. أنا أنصح الزبائن إذا بعد ما يكمل البيت ويشطب ياخذ وياه فيتة يقيس، هاي أهم شيء. نعم هاي أهم شيء، يقيس يشوف هذا المقعد يتلائم ويا مساحتي ايش قد عرضه. المقاعد عندنا تبدي من 70 سنتيم وتنتهي لل 90 سنتيم، فهو ينبهر بالأثاث بس هو ما عنده. أو بعض الأشخاص يصممون بلي يعني يقيسون بالبيت ويودوه لأبو مثلا المفروض يسوي القنفات صانع الأثاث يقول أريد هذه القياسات حتى مثل ما قلتي كل ما صحيح. كانت الفضاءات مفتوحة الراحة تكون أكثر. وأنصحه أنه لصاحب البيت أو أم البيت أنه تلزم الورقة تخطط إذا عندها إمكانية تخطط الفضاء مالتها وتنزل الأبعاد على الفضاء، يعني هذا الضلع ايش قد بعده وهذا ايش قد بعده وترسم الشبابيك والفتحات مال الابواب. احنا ما راح نحرق كل الاشياء بلي. سميره بلي. حتى تكون لنا فقرات اخرى مع حضرتك خلال فقره ديكور إن شاء الله. هاي الفقره اللي اكيد اليوم كل اللي يعني استحدثناها ضمن صباح كربلاء، كل اللي ناوي ان شاء الله يبني بيت وان شاء الله تكون فاتحه خير ان شاء الله. يعني مثل ما نقول احنا فد نحاكي عقلنا الباطن، يعني راح ابني بيت واسوي هيك مساحته وان شاء الله هذا الشيء يتحقق من خلالكم ومن خلال صباح كربلاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم المعماريه سميره هادي، شكرا لوجودكم معنا وصراحه استفادنا من كل المعلومات اللي قدمتوها. عاشت ايدكم. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا.